Les enseignements sont clairs et nets que plus tu avances dans la compétition, plus c'est compliqué. Et sortir notre équipe sur le terrain pour mériter cette place en finale. Et ça a été dur, mais les petits se sont battus contre les grands. Et je ne peux qu'être fier de. Et je pense que le pays entier est fier de. Si, coach, à présent à vous pour les questions. مساء الخير كوتش، مبروك عليكم تأهل الدور النهائي المستحق. محمد محسن قناة شرق نيوز. شاهدنا في هذه المقابلة كالعادة الفريق المغربي عرف كيف يستثمر في اللقاء، يعني دافع بطريقة جيدة، استثمر في تضييع الفرص وعدم التركيز والفعالية للمنتخب المالي يعني في منطقة العمليات، وسيرتم المقابلة حتى وصلت إلى ضربة الترجيح، يعني كذلك الفريق المغربي ضيع بعض الفرص، يعني وصلتم إلى مبتغاكم، أظن الآن بدأ التفكير في المقابلة النهائية وشكرا. بالفعل المباراة كانت صعبة جدا، كان لازم علينا نلقاو الطريقة المناسبة لمجاراة المنتخب المالي اللي هو إمكانيات كبيرة، إمكانيات عالمية على مستوى الفئة ديال تحت 17 سنة. وكان خصنا نلقاو لي غوسوخس يعني الموارد، وخصوصا الطريقة والصبر على التنظيم، لأنه هو كان الحل الوحيد عندنا أمام فريق اللي هو قوي بنيويا وأيضا مهاريا. الحمد لله عندنا الوليدات في هذا السن الصغير جدا أبدوا على نضج كبير، يعني صراحة يعني قليل فاش تشوفوا في هذه الفئة السنية، وهذا مكسب كبير لأنهم ربما فيزيولوجيا أو مورفولوجيا غادي ياخذوا شوية في السنوات القادمة، ياخذوا على مستوى البنيات على مستوى العضلي خصوصا، ولكن هذا المكسب الكبير على مستوى التكتيكي هو شيء اللي غيواكبهم ربما غيرافقهم في المسيرة ديالهم إن شاء الله. السلام عليكم كوتش، مبروك عليكم التأهل إلى النهائي. كوتش، تحملتم عبء المباراة طيلة 90 دقيقة، لكن في الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت المباراة شفنا باللي ركزت كثير على ضربات الترجيح، هل كنت تعلم أن المباراة خاصة طريقة لعب المنتخب المغربي أنه تكتل إلى الوراء، هل كنت تقود إن صح تعبير المنتخب المالي إلى الأول الوقت الإضافي، خاصة وأنه شفنا باللي تشكيلة المنتخب المغربي كانت تحاول أنها تعمل كثير من الهجمات المرتدة؟ هو ضربات الجزاء هي جزء من السيناريوهات المتاحه في مباراه اليوم، يعني كاينه فرضيه ديال ضربات الجزاء، لذلك حنا كجهاز فني مطالبين اننا ما نخليو حتى شي حاجه للحظ، طالبين اننا نحضروا كل الجوانب ديال المباراه بما فيها 90 دقيقه وضربات الجزاء، واعطيناها الاهميه ديالها خلال الحصص التدريبيه سواء قبل مباراه الربع او بعد مباراه الربع، لانه ما تتعرفش في كره القدم شنو غيوقع، لذلك يعني انه ظننا انهم سيكون التحضير بشكل جيد خصوصا من الناحيه الذهنيه، اللاعبين يعني مشاو بالمباراه للمكان اللي تيناسبنا صراحه في ظل السيناريو في ظل القوه ديال المنتخب المالي، والحمد لله اننا توفقنا في هذا الشيء. شتيف، just one question please, not three questions in one. He's a good boy. Okay. Well, I was only going to ask one, you didn't need to say. My one question is one big question. My one question is, were you at least a little bit concerned when you had gone two penalties down to Mali, and how did you lift them? I don't know. بعد الوصول ضربات الجزاء يعني الهاجس ديالنا كان هو إزالة التوتر من اللاعبين وإزالة الضغوطات عليهم، لذلك يعني حاولنا بقدر الإمكان نختار الكلمات مناسبة لهذه الفئة السنية في هذا العمر، أنه يمشوا لضربات الجزاء يعني ليبيري يعني متحررين من كل الضغوطات، ويقوموا يعني باللو جيست تكنيك اللي المناسب في التوقيت المناسب. الحمد لله أن الحارس ديالنا أيضا ساعدنا، وتنظن أنه هو انتصار ديال المجموعة ديال المقاتلين رغم صغر السن ديالهم، وان القتاليه اللي ابانوا عليها ربما تجازت في نهايه الامر في حصه ديال ضربات الجزاء. مساء الخير كوتش، مبروك عليكم التاهل. كوتش، واجهتم يعني منتخب قوي من الناحيه الهجوميه، دفاعتكم كان متكتل في الوراء، يعني ربما ارهق اللاعبين كثيرا، يعني وفي المقابله النهائيه ستواجهون فريقا منتخبا يعني قويا هجوميا،
كيف ترون هذه المباراة النهائية؟ باش تجاوز يعني منتخب كمنتخب مالي ما يمكنش تعمل حسابات، فلازم تخلي كل شيء على أرضية الملعب، وكان هو السبيل الوحيد لأنه ما يمكن لناش نفكروا في مباراة نهائية وحنا ما تعديناش مباراة نصف النهائي. أكيد أن المباراة كانت مجهدة للطرفين، لأنه شاهدنا أن المنتخب المالي أيضا في ثلث الساعة الأخيرة أيضا ما بقاش بديك القوة ديال الساعة وعشر دقائق الأولى، ولذلك هذا جزء من السيناريوهات المتاحة، خصك تلعب الحدود ديالك كاملة وتضمن المرور النهائي، ثم تنكب على إن شاء الله على التحضير ديال المباراة من الناحية البدنية خصوصا. هناك 4 أيام ظن أنها كافية إن شاء الله أننا نستشفوا بشكل جيد ونكون جاهزين للمباراة النهائية إن شاء الله. مساء الخير كوتش عبد الرب سوسو من قناة الحياة الجزائرية، مبروك التأهل للنهائي، مباراة قوية بين المنتخبين. كنا نعلم وكنت تعلم أنه منتخب قوي جدا، منتخب مالي لم يتقبل أي هدف ولديه قوة بدنية كبيرة لدى لاعبه. هل نستطيع القول أن مباراة اليوم تشبه كثيرا مباراة منتخب نيجيريا اللي لعبها المنتخب المغربي بذكاء كبير، والمدرب سعيد شيبان قوله اليوم أنه مدرب براغماتي ويلعب بالواقعية أكثر أمام المنتخبات الكبيرة، يلعب بواقعية أي يلعب بدفاع متكتل للوراء ويستغل الفرص، وإن لم تكن هناك فرص فيتكتل ويبحث عن الفوز فقط. شكرا. أكيد أنه جزء من العمل ديالنا أننا نقدم حلول للاعبين، ومن بين الحلول أنك تلعب على الإمكانيات ديالك، ولما تكون الفوارق الفردية على المستوى البدني والمهاري كبيرة فالحلول لازم تكون جماعية. احنا حاولنا أن نحل المشاكل على أرض الملعب بطريقة جماعية، أن البلوك ديالنا يكون متقارب طيلة أشواط المباراة، أن اللاعبين ما يكونوش معزولين في الآن كونتر آن مع اللاعب الخصم، فدائما كانت هناك تغطية، كانت هناك يعني إغلاق للمساحات، تضييق المساحات أيضا على اللاعبين الماليين، وربما أننا تمكننا على فترات أننا نوقفه رغم أن الخطورة ديالهم كانت حاضرة، لكن يعني النهاية ديال المباراة كانت مفرحة رغم أنها ماشي مضمونة، ولكن الحمد لله لما تخرج الأمور بهذه الطريقة تأكد عند اللاعبين أيضا بعد لي فالور بعد المبادئ اللي رسخناها عندهم، ان لما تجيب نتيجه تعطينا ايضا احنا مصداقيه في فيما تبقى ان شاء الله من تكوينهم ان شاء الله. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette conférence de presse d'après match 24 de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, mais ici sur ce site du stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Et cette conférence de presse également est la dernière sur ce site, mais le tournoi continue. Je voulais juste vous remercier, Nasdiel Constantine, pour حسن المعاملة. أتمنى ما نكونوش يعني agressif ولا شي حاجة معكم. Donc à bientôt inshallah. إلى اللقاء إن شاء الله. Merci. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.